السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أهلا وأغلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. فهنعمل مع بعض الكبد والقوانص، حاجة سهلة وحاجة تفتح النفس في فطار النهاردة. يلا بينا حبايبي نشوف عملناها ازاي. وعملنا جنبها طبعا، ده كان عندي طبق مكرونة، وعملت جنبها طبعا طبق السلطة اللي طبعا لازم معانا طبق السلطة كل يوم، ومعايا كمان طبق المخلل الليمون اللي انا عاملاه على قناتي. لو عايزة تشوفيه خش على قناتي. ده كان فطارنا النهاردة حبيب قلبي، فطار سهل وبسيط. تعالوا نشوف عملناه ازاي. يلا بينا حبيب قلبي. اول حاجه يا حبيب قلبي نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا هنا جبت اي ماده دهنيه انت عايزاها، مش او سمنه. بعد كده حطينا بقى السلطه والقوانص، انا عامل التفكير يا حبيب قلبي طبعا. أول حاجة أنا هنا جبت مادة دهنية وحطيت فيها الكبد والقوانص وقلبها كويس كده. هعمل معاكم النهارده يا حبايب قلبي بقى اكله سهله جدا. طبعا احنا صايمين وكل عام وانتم بخير، وبصراحه محتاره في الاكل مش عارفه اعمل ايه. فقلنا نعمل بقى ايه، كبد وقوانص كده. بعد كده حبايبي بقى بعد ما قلبناها كده وقربت على السوا شويه بقى، بعد كده حبايبي بقى نحط البصل. بسم الله، قطعنا البصلتين كبار كده بقى نقطعهم. عايزه اقول لكم اكله سهله وسريعه جدا وحاجه تفتح الناس. بعد كده حبايبي بقى انا معايا هنا يا شطه حمراء، لو انت عندك شطه قدر احطي، بس انا حاليا مش عندي غير الشطه الحمراء دي، فانا حطها في حله كده عشان تبقى حراقه. لو انت عندك بقى فلفل اخضر، فلفل احمر، فلفل الوان بتحطيها، بس انا حاليا ما عنديش غير الشفيته الحمراء دي، فانا قطعت كده قرنين وحطيتهم كده في حلو عشان طبعا دي مش عايزاها تبقى حراقه قوي عشان دي حاره. حبايب قلبي بقى ده شكل الكبد والقوانص بعد ما اقول لكم. عايزه اقول لكم ان هي ريحتها جامده جدا واكله تفتح النفس طبعا مع افطار النهارده. وطبعا كان عندي هنا بقى طبق مكرونه، وطبعا عامله معاكم المكرونه كتير قبل كده، وطبق السلطه طبعا اللي ما بستغناش عنه، ومعايا هنا المخلل
وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم. عملنا معاكم النهارده الكبد والقوانص، وطبعا انا عامله معاكم المكرونات، المكرونه كتير. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. شكرا لكم، يا احلى واجمل متابعين في الدنيا. بعد كده حبايبي بقى نحط التوابل بتاعتنا، معايا هنا الفلفل الاسود، معايا شطة، طبعا الشطة دي حسب الرغبة، معايا ملح. يبقى هنا حبايبي انا حطيت هنا شطة وملح وفلفل اسود. طبعا البهارات اللي انت بتحبيها حطيها. يبقى هنا حبايب قلبي زي ما قلت لكم احنا جبنا الكبده، قلبي بقى جبنا الكبده والقمص قطعناه وغسلناه، بعد كده حطينا اي ماده دهنيه وحطيناها عليها، بعد كده حطيت فلفل اسود ملح 7 بهارات وهنقلبها كويس كده، وحطينا بصل. طبعا ثم تقرنين شطه حمرا زي ما قلت لكم، انا مش عايزه اقطعها عشان هي حر قوي، الشطه حسب الرغبه. طبعا اكيد كلنا يا جماعه حيرانين في الاكل النهارده، انا قلت ايه اعمل اكله سهله كده وخفيفه وحاجه تفتح الناس. بعد كده حبايبي بقى فص ثوم وحطيته في النص كده، هنا معايا ثوم كده بيدي له ريحه حلوه طبعا بعد ما استوت معانا. بعد كده حطينا ثوم كده في النص بقى ياخد ريحه حلوه، بعد كده نقلبه مع بعض وكده اتعملت كده دول اول. بجد مش عايزه اقول لكم ان ريحتها بسم الله ما شاء الله حاجه تفتح النفس، وطبعا ولادي طلبوها مني النهارده. خد كده حبايب قلبي بقى، خد كده حبايب قلبي الكبد والقوانص استوت معانا، ما خدتش وقت مننا خالص زي ما قلت لكم، ريحتها بسم الله ما شاء الله قلب الدنيا. كده استوت معانا، هضربها بقى معاكم واوريها. كده حبايب قلبي بقى ده شكل الكبد والقوانص بعد ما اقول لكم، عايزه اقول لكم ان هي ريحتها جامده جدا،
واكله تفتح النفس. طبعا مع افطار النهارده، وطبعا كان عندي هنا بقى طبق مكرونه، وطبعا عامله معاكم المكرونه كتير قبل كده، وطبق السلطه طبعا اللي ما بستغناش عنه، ومعايا هنا المخلل. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم. عملنا معاكم النهارده الكبد والقوانص، وطبعا انا عامله معاكم المكرونه كتير. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. شكرا لكم، يا احلى واجمل متابعين في الدنيا.